دي كل المستندات اللي حضرتك طلبتها لمستر ادوارد. ميرسي ياسمين. حضرتك عايز مني اي حاجه دلوقتي؟ لا وشكر. طب انا بعد اذنك في اللوبي. اوكي اتفضلي. ايوه. طب انا عايز اقابل الاب، انا عايز اتفاوض. هبلغه رابطا وهبلغك. طب انا عندي شحنه مخدرات داخله بعد 24 ساعه. استلمها؟ مش عايز استلمها. دي مساله تخصك. طب مش عايز اوزعها؟ مش هينفع. طب عايز حد يشتريها اول ما استلمها على طول؟ ده مش شغلنا. اوكي. عموما دي المستندات اللي انا قدرت اتحصل عليها عشان الاب. انت عارف شغلنا طبعا بيبرليس، فدي كل المستندات اللي قدرت احصل عليها. اوكي هتوصل. اوكي وتشكر جدا ليك. يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا عم. منورانا يا مريم. تعالي مريم معايا جوه شويه. على اذنك. اتفضلي اتفضلي يا بنتي. مين دي يا عم؟ ما انا قلت لك يا ماما. خلاص بقى ما تلفش وتدور في الكلام، مامتك عارفه كل حاجه. عارفه ايه بس؟ مفيش حاجه من اللي في دماغك دي خالص على فكره. كذاب. ليه بس يا ماما بتقولي كده؟ عشان كذاب. انا عارفاك كويس، عارفاك لما بتبقى واضح وعارفاك لما بتبقى مش واضح كمان. بص يا ماما هقول لك على حاجه، صدقيني لو قلت لك ان انا نفسي مش عارف هي ممكن تكون عامله ازاي في حياتي لغايه دلوقتي. بس هي عارفه. طب وانت عرفت ازاي بقى؟ من عينيها وهي بتبص لك، من قلقها مننا من ساعه ما دخلت البيت. طب ممكن تسوقنا لوحدنا شويه؟ اوكي يلا. خير يا باشا؟ والله العظيم ما عملت حاجه. لا مفيش اي حاجه، كل خير طبعا. كنت بقول لك ايه، طبعا اكيد عليها كلمتك على الولد اللي عايز يتقدم لها. عشان ابقى صريح مع حضرتك يعني هو ده السبب الاساسي اللي جابني، وانا كنت عايز اتكلم فيه مع حضرتك بس على رواقه يعني، كنت مستني الوقت المناسب. قلت نتكلم امبارح بالليل بس رجعت متاخر بقى وحضرتك كنت نمت. كويس. ممكن تقول لي بقى قالت لك ايه بالظبط؟ هي تقريبا حكيت لي كل تفاصيل حياته لحد ما وصلنا للنقطه اللي قلقها حضرتك، وانا مش هخبي عليك انا كمان قلقت زيك بالظبط. يعني انا كمان من حقي اقلق؟ مش بغلس عليها كده يعني لله في لله؟ لا طبعا يا باشا، مين قال الكلام ده؟ وهي كمان مش شايفه كده، هي بس كل اللي طالباه ان احنا ندي لنفسنا فرصه نعرفه اكتر يعني. بص يا ابني، لو هو متدين على اساس زينا كلنا يعني الدين الوسطي انا موافق، مش هقدر اقول فيه تلت التلاته كامل، لكن لو هو زي بقيه العيال التانيين دول دماغه مشوشه بافكار غريبه عننا انا اول واحد ابلغ عليه واخليهم يقبضوا عليه. مسألة اصلها نفسيه برضه بالدرجه الاولى، يعني مشاعر الاب والام ناحيه بنتهم الوحيده انها تتجوز وتروح وهتسيب بيتها وتروح بيت راجل غريب وتقضي معاه بقيه عمرها، مساله مش بالسهل قوي على الاب وعلى الام. مش عارفه اترجمها لك ازاي، يعني هقوم الصبح ادور عليها هنا ولا هنا مش هلاقيها، وما هتقول لها تعالي نروح مشوار كده ولا كده ما تلاقيهاش. احساس. فاهمك يا باشا فاهمك، بس بعد اذن سعادتك يعني انا ليا رأي، ممكن تديني فرصه يعني ان انا اقوله لك واخد من وقتك شويه كده تفكر فيه؟ اتفضل يا ابني. ما انا قاعد معاك ليه؟ بابا انت شفت الراجل ده طبعا. شفته مره كده في المكتب لما جه يوم الافتتاح. ممكن تسيبني اقعد معاه قعده يا باشا، اتكلم معاه كلمتين كده واقلبه لك واعرف اخره ايه؟ اكيد هيتكلم معايا كلام غير اللي هيتكلمه معاك خالص، واللي هوصل له هنقله لك، يمكن الاقي في الاخر الحاجه اللي عايز تطمنك. يا باشا احنا كلنا عارفين دماغها ليه عامله ازاي، وعارفين موقفها من موضوع الرجاله والجواز ده واصل لحد فين. يعني علياء لما تختار راجل وتشاور عليه وتقول انا عايز اتجوز الراجل ده اكيد مش هتسمح له انه يتدخل في شخصيتها وفي افكارها.
اصلا انا ما اعرفش هو عارف يقنعها بالفكره دي ازاي، بس ما دام اقنعها يبقى خلاص اكيد هي شايفه في حاجه احنا مش شايفينها. كلنا يا باشا في البيت ده عارفين هي بتفكر ازاي وان دماغها موزونه. اديني فرصتها يا باشا. خلاص اتفضل خد فرصتك يا ابني زي ما انت عايز. اقول لك ايه، ما انا مش معقوله يعني كمان هقف في طريق سعاده بنتي، لان الواد ودي اشوفها متجوزه واشوف عيالها. الله اعلم بقى هبقى موجود ساعتها ولا مش موجود. يا باشا ما تقولش الكلام ده، ربنا يديك طول العمر والصحه يا رب. الله يخليك يا حبيبي، بس بلاش بقى بوس الايد يعني انا مش ناقص ذنوب. طب ما تقولش كده تاني، ربنا ما يحرمناش. بلاوي عليا يا ولا. حاضر يا باشا. حد عارف انت عملت ايه في السفريه الطويله بتاعتك المهببه دي؟ خلاص كفايه كلام، جينا في حاجه؟ في حاجه؟ مفيش اي حاجه، خلاص خلاص بالراحه علينا بالراحه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. قولي لي يا بنتي بقى، هتقدري حضرتك تعملي له الاكل اللي امه بتاكله له؟ والله يا انكل انا اقدر اجي اكل معاه هنا كل يوم. باشا باشا اتفضل يا باشا. يا باشا على بيان. انا في عرضك يا باشا ما تخافش. عايزك يا باشا في موضوع مهم. يعني ايه؟ عايزك والله يا باشا. داخل كلام عندك؟ اتفضل سعادتك. اتفضل يا باشا، تعليمات سعادتك اوامر. بعد اذنكم يا بنات. بتردي؟ كملي لي يا ستي، ايه موضوع اللهجات في سينا ده؟ ما خفتيش تيجي سينا لوحدك اول مره؟ انا عشان موضوع دراستي بيخليني اوتوماتيكلي اتعامل مع ناس كتيره قوي، غير ان انا ما بخافش من اي حاجه، وبعدين بتحمل اي نتائج. انت عامله زي الضربه اللي ما بتكسرنيش بتقويني، صح؟ المهم ان هي ما تموتش. طب ولو متي؟ خلاص بقى يبقى نوي اوت. بس انت كده بتبهدلي نفسك في الدنيا كتير. وايه المشكله يا بنتي؟ انا ما اقصدش بهدلت الشغل ولا بهدلت الحياه العاديه، انا اقصد بهدلت التعامل مع ناس ملهاش اي 30 لازمه، ناس تشنك. باردون باردون. ناس جزم، ناس زباله. اوكي تمام. حتى دي ما عنديش مشكله فيها، لان احنا اصلا في الحياه العاديه طول ما احنا ماشيين بنتقابل مع ناس وبنتعامل معاهم، وبعدين احنا مش اذكى ناس في العالم، يعني لازم هنقابل حد هيوجعنا وهيجرحنا، المهم ان احنا نتعلم حاجه. هو انت وعمر صحاب من زمان؟ من ساعه ما رحت سينا. طب وايه رايك فيه؟ مشكله عمر انه عايز يعمل كل حاجه صح، وده مستحيل، فالنتيجه ان هو تايه، وانا شايفه انه هيفضل كده طول ما هو بيفكر بالطريقه دي. تصدقي ان انت اكتر واحده وصفت عمر صح. طب وفريده؟ فريده مالها؟ ما كانتش عارفه توصفه او تحل شخصيته كده؟ والله مش عارفه، عمري ما سالت فريده رايها ايه في عمر، بس علاقه عمر وفريده كانت حاجه مسلم بيها، زي علاقته بيا كده، حاجه موجوده، علاقه موجوده ومستحيل تاخد اي شكل تاني. اديكي قلتيها اهي، كانت مفيش حاجه بتبقى على حالها. كويس ان انتي بتفكري بالمنطق ده على فكره. ليه؟ لان بنفس المنطق ده انتي بتقولي مفيش حاجه بتبقى على حالها، واللي موجود النهارده ممكن يتغير بكره، واللي اتكسر بين فريده وعمر ممكن قوي يتصلح قدام. طبعا ممكن. خلاص يا باسم، خلاص. باي 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 باي، هرجع لك تاني، مع السلامة. على فكرة يا عمر، أنا متأكد إن سيف جوه مصر. عمر، أنا قلت لك أنا ناوي على إيه، وقلت لك على قراري اللي أنا فكرت فيه. أنا عارف إن أنا أذيت ناس كتير وسبت موت ناس كتير، وعارف إن كنت بعمل ده من غير ما أفكر، بس أنا المرة دي مفكر في قراري كويس جدا. أقسم لك بالله دي أكتر مرة بتكلم في حياتي فيها بصدق، وعندك مطلق الحرية تصدقني أو ما تصدقنيش. عايز لو هعيش أعيش جنب بنتي وأنا مش في السجن، ولو هموت على الأقل بنتي تقدر تمشي رافعة راسها وما تتكسفش تجيب سيرتي. يا صباح النور. أنا جيت حسب الميعاد. يا نجيب، ده أنا سرحت خالص. اللي واخد عقلك بقى؟
هيكون ايه غير اللوحه دي؟ كان نفسي تكون موجوده معايا النهارده في المعرض. وهي اللوحه دي لو مخلصتش المعرض مش هيحصل يعني؟ لا طبعا، بس يعني كان نفسي تكون موجوده معايا برضو. طيب يا ستي، عشان نحقق لك الامنيه دي اوعدك اللوحه دي لما تخلص هنعمل لها معرض لوحدها، حتى لو اتعرضت في الصاله لوحدها كده شهر كامل. بس المهم نلحق المعرض بتاعنا دلوقتي، مفيش وقت. انت لازم تركزي على المعرض ده وتشوفي اللوحات اللي لازم ننقلها عشان نظبط الدنيا هناك. نجيب، هو انت رتبت معرض قبل كده؟ اه طبعا، مش كتير يعني، بس انا عندي تشكيليين صحابي كتير قوي في اوروبا. المهم دلوقتي لازم ننجز، اعمل ايه؟ استغليني وانا متحمس كده. يلا يلا. صحيح، بص هنبتدي ناخد اللوحات دي. عايزين نغلفها كده. طيب نورتوني. مساء الخير. اهلا وسهلا، ازيك؟ الله يبارك فيك، ميرسي جدا، نورتوني. اهلا وسهلا. مساء الخير، الله يبارك فيك. كله هايل. ميرسي يا حبيبتي، نورتوني. اهلا وسهلا. مبروك يا رحمن. حبيبتي تعرفي بس ان ليا حق حد بنت، شفتي؟ امال امال امال، مبروك يا حبيبي، مبروك مبروك يا قلبي. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا سمعي؟ الحمد لله. اهلا اهلا يا سمعي. ازيك حضرتك؟ اهلا يا بني، مبروك يا قلبي. الله يبارك فيك. الف مبروك حبيبتي. انا سعيده، وحشتيني. انت كمان يا روحي. الله يبارك فيك. ازيك يا حبيبي؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. اهلا اهلا يا حبيبي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. انت ما بتسلمش. معلش معلش، بس انت دايما كده. نجيب نجيب نجيب. مساء الخير. اهلا اهلا. ازيك يا نور؟ شكرا لتشريفك. نجيب، مساء النور. مساء الخير. ازيك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. سمية، كنت عايزه اتكلم معاكي شوية. الف مبروك، اتفضلي. ميرسي يا نجيب. شكرا لتشريفك يا نجيب. العفو. وحشتيني قوي يا عيوده. انت كمان وحشيني قوي حبيبتي. مالك شكلك متغير ليه؟ يعني المهم، اخبارك انت ايه؟ الحمد لله كله كويس. قولي لي بقى، مين ده؟ ده الزفت اللي اسمه نجيب اللي كلمتك عنه. طلع زي العفريت كده، جاي يعني صعب الدنيا اكتر ما هي صعبه. بس انا ملاحظه كده ان سعيد بيه مبسوط بيه شويه. سعيد طبعا، سعيد بيه جدا. انا بصراحه بقى مش قادره اصدق، دي مش ممكن تكون فريده. ولا انا قادره افهم فريده ولا عمر كمان. وماله بقى عمر؟ قلت له هذا المعرض، قلت له لازم تكون موجود، وحكيت له عن الزفت ده، لكن مفيش فايده ما جاش. هي في دنيا وهو في دنيا تانيه خالص. الظاهر انا وانت بس اللي شايلين هم. يلا اتفضل. اتفضل اتفضل. المعرض ده كان لازم يحصل. انت معاك حق. عارف انا بقالي كتير عاوز اعمل المعرض ده ومش عارف. عشان انت كنت بتركزي في حاجات من المفروض انها انتهت من زمان. ما كانش ينفع خالص انك تيجي على اهم حاجه في حياتك. ده شغلك يا فريده، شغلك.
يعني وجودك، يعني كيانك، يعني كل حياتك. حرام. انت معك حق. ايه ده ايه ده؟ ايه اللي حدث؟ انا ما شفتهاش قبل كده. انا كنت مصممه انه ما حدش يشوفها الا في المعرض. بس دي حلوه قوي. هي دي ايه؟ بعت ولا ايه؟ لا يا باشا ما تقلقش، انا مش هغرمك زي المره اللي فاتت. طب الحمد لله. عمر لو عارف اكيد هيجي. هو فين عمر؟ اهو جه. أنا عمر، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. قولي ازاي صحتك دلوقتي؟ انا تمام الحمد لله. كويس؟ تمام. اخبار شغلك ايه؟ يعني مش قوي بس هي ماشيه الحال، واقف على الكل. مظبوط. تمام. طب استاذن حضرتك. لا اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انت كنت فين يا عمر؟ انا موجود يا خالد. ازيك حبيبي؟ امال فين فريده؟ مين اللي واقفه معانا؟ واحد اسمه نجيب. ازيك يا عيوت؟ ايه اللي اخرك كده؟ معلش حبيبتي، قلت استنى الزحمه تخف هنا شويه عشان اعرف اتكلم معاه. انتوا ايه؟ ازيكم؟ احنا كويسين. هو ده؟ ايوه هو ده الزفت اللي كلمتك عنه، نجيب. التفاح اللي انت بتحبه يا نجيب. اتفضل. ميرسي. لا لا شفا. مبروك. الله يبارك فيك يا عمر. نجيب المرشدي. انا يا عمر زيك. عمر مش كده؟ ايوه عمر. فريدة كلمتني عنك كتير. عارف انك من زمان انت نفسك تعملي المعرض ده. الحمد لله كل حاجه في وقتها حلو. انا ساسمكم.
مشي. مشي فين؟ ما تقلقيش يا مريم. مريم؟ ايوه مريم. خالد طبعا اللي قالك ان انا هنا. ما انا يأست من كتر ما موبايلك مقفول فكلمته. احنا في مصيبه يا مريم. شفته؟ هو مين ده؟ الراجل اللي انت مش قادر تصدق انه اخذ مكانك عندها. شفته؟ واستفدت ايه؟ احنا كلنا في خطر يا مريم. الراجل اللي انت بتتكلمي عليه ده طلع سيف. سيف مين؟ سيف يا مريم. سيف بتاع سينا ادهم وضره. سيف يا مريم. هو ده الراجل اللي مجنون؟ سيف بيضربنا كلنا في مقتل. قدر يوصل لاهلي واهل فريده. فاكر انه يعرف يحطني تحت رجليه وبفريده. هو لسه جوه؟ اختفى. انت هنا من امتى؟ لسه مسلم. بقى مشي قبل ما انت تيجي. ممكن تسبقي على الاوتيل وانا هعمل مشوار واكلمك. عمر انا لازم اشوفك اللي ذاتي. ان شاء الله هخلص بس واكلمك. هتتاخر؟ مش عارف يا مريم. انا هستناك. ربنا يستر. عمر خلي بالك على نفسك. باي باي. خالد. ايه يا مريم؟ انا عايزه اشوف فريد. لازم يعني عشان خاطري. يلا يلا. مالك مرتبكة كده يا مريم؟ أنا بس عايزة أشوفها من غير ما تشوفني. بصي الناحية دي شايفة علياء؟ هي اللي واقفة جنبها. هي دي فريدة. هتعملي ايه؟ عمر هيجيلي على الاوتيل. عايزه الحق اروح ارتاح شويه واغير هدومي. اوكي اوصلك لبره. يلا ادخل. حضرتك يا فندم. ازيك يا احمد؟ تمام يا فندم. عايزك تجيب لي من الجوازات داتا بالصور الشخصيه اللي موجوده عندهم عن كل اللي دخل مصر في فتره الشهرين اللي فاتوا، وكان اسمهم نجيب والمرشدي. وعلى فكره مش شرط يبقى الاسمين ورا بعض، المهم يبقوا الاثنين موجودين. تمام يا فندم. اقدر استلم منك الداتا دي في قد ايه؟ اديني ساعه من دلوقتي يا فندم. طب كويس، بس حاول في اقل من كده. تاكد ان انا هعمل كل جهدي عشان اوصل للمعلومات دي يا فندم باسرع وقت. متشكر يا احمد. وانت يا بدر خليك معاه، اول ما توصل الداتا تجيبها له وتيجي بسرعه. تمام يا مرعي باشا. اتفضل. متشكرين يا فندم. تمام يا باشا، كله تمام عليك. الحمد لله، انا مبسوطه ان كان في اقبال على المعرض. لا الناس كانوا مبسوطين جدا. بس انا ما كنتش مبسوطه خالص. كان في حاجة كده في التنظيم مش مظبوطة. ليه يا ماما؟ أنت بتركزي في حاجات غريبة قوي على فكرة. إيه بقى حاجات غريبة يا حبيبتي؟ إحنا عاملين عشاء سيتد. المفروض العشاء يتحط على طول، مش معقول أبدا الناس قاعدين يتلفتوا طول الوقت على الجرسولات. يا عايدة هما الناس جاية تاكل ولا جاية تتفرج؟ مش فاهم. سعيد من فضلك، المسألة مسألة برستيج. والله في دي المدام عندها حق. أنت شايف كده؟ طبعا. بقول ايه؟
انت فجأة كده يبانشت، حسيت انك انت اتبخرت، رحت فين؟ ابدا، انا خرجت شربت سيجارة في التراس عشان الدنيا كانت زحمة وخفت الناس تتضايق من السيجارة يعني بس. طب ما هو بيعمل حاجات غريبة هو، مش انا بس. يا عايدة، الناس اللي اتربت في اوروبا عارفة كويس قوي احيانا تعمل حاجات عادية بالنسبة لهم بتبقى غريبة بالنسبة لنا. نجيب تيجي نتمشى شوية؟ يا ريت. سلامتك. اتفضل. عن اذنك. اتفضلوا. معلش يا نجيب ما تزعلش من ماما. لا لا مفيش حاجة. على فكرة كان باين عليكي قوي النهاردة لما دخل. ايه؟ اتكلم على مين؟ عمر اخو علياء. لا اصل الموضوع كله ان هو فاجئني بس، يعني مفيش اي حاجة. فاجئك عشان جه ولا فاجئك عشان البنت اللي سمعتي عنها؟ انا اسف، انت وقفتي كده ليه؟ على فكرة يا نجيب انا مش بغير من اي حد. لا لا مش شرط غيرة يعني. أمال إيه؟ أنا مش فاهم. الراجل ده كان يخصك قبل كده، كان في بينك وبينه تاريخ مأثر عليكي لحد النهارده. أنا عمر ما اشتريتوش، ومش أنا اللي قررت إن أنا ما أحاربش عشان خاطره. بس الحب مش معركة. أوكي أنا فاهمة، بس أنت لو حبيت واحدة لمدة 15 سنة أكيد هتحارب عشانها عشان تفضلوا طول الوقت مع بعض، ولا أنا قاعدة بقول حاجة غلط؟ لا أبداً يا فريد، أنا ممكن أحارب، بس لو كانوا 15 سنة دول كنا عايشينهم سعادة، عايشين حالة حب يخلينا مبسوطين. أي علاقة ما بين أي اتنين يحصل فيها مشاكل أكيد. المشاكل الطبيعية بتتحل من غير ما تأثر على الحب نفسه. ممكن تعمل غيمة سودة، بس مستحيل تعمل إعصار. بس في نوع من العلاقات بتبقى عاملة زي كوبس الكهرباء اللي فيه سلك عريان، كل ما تيجي تتعاملي معاه بتتكهربي، وكل مرة تنسي إنه بيكهرب عشان السلك مش باين بس متوصل. دي نوع العلاقات اللي ما بحبهاش عشان سلبية جدا. نجيب أنا نفسي أسألك سؤال كل لما أجي أقوله ما أعرفش ليه بترد. طيب ما تسألي وتريحي نفسك. أنت بتحب؟ دلوقتي ولا عموما؟ دلوقتي؟ لا. طب ماشي عموما. عموما انا ما اقدرش اعيش من غير حد. يعني انت لازم تحب حتى لو ما فيش حد يستاهل الحب ده؟ انا موضوع الحب بالنسبه لي مختلف عن بقيه الناس. ما هو الحب هو الحب، انا مش فاهم. لا بس مفهومه بيتغير. انا بالنسبه لي الحب شبه الطاقه. اوكي بس احنا كلنا كده على فكره. نو الحب بالنسبه لي طاقه موجوده جوايا بشحنها بشكل مستمر، وببقى دايما مستعد اديها للي تستاهلها. عشان كده ما بحطش لا قوانين ولا معايير، بديها للي تستجيب ليها وتردها لي بنفس الشكل وبس. انا اول مره اسمع المنطق ده. ما هو المنطق ده اللي بيخليني احب بشكل ايجابي، يخليني سعيد عشان اقدر اسعد اللي معايا. بص يا فريده، اهم حاجه واحلى حاجه في الحب انه يخلينا سعداء واقوياء مش العكس. صح. انت فاهمة يعني ايه الراجل اللي ممكن فريدة تحبه غيري يبقى سيف؟ طبعا فاهم. لا لا مش فاهمة. معناه ان انا لو ما اتدخلتش عشان ارجعها لازم اتدخل عشان هي في خطر حقيقي. على فكرة يا عمر انت ما ضفتش اي حاجة اكتر من اللي انا فاهماها، فما كانش في أي داعي تشرح كل ده. ماشي. لو أنت مكاني تعملي إيه؟ ألحقها طبعًا. مهما كان اللي هيحصل إيه. حتى لو اضطريت ترجع لها. بس يا ترى بقى أنت كنت رايح علشان كده ولا علشان تلحقها بس؟ لا طبعًا. دي أنا عشان ألحقها بس.
أيمن، أيمن قوم يا أيمن، أنا عارفة أنك صاحي، كلمني. أيمن، أيمن رد عليا يا أيمن، أنا عارفة أنك صاحي، عايزاك ضروري. قوم يا أيمن. خير يا زوزو؟ أنا جاي من الشغل الصبح. لا أنت جاي الساعة 5. إيه ده وكده بدري يعني ولا إيه؟ ما هي دلوقتي الساعة 12. 12 إلا ربع، تصبح على خير. ما تفرقش كتير، قوم بقول لك عايزاك ضروري. صباح الخير. خير يا زوزو. قوم اتعدل لي كده عشان عايزاك ضروري. قول يا ستي. بقول لك إيه؟ النبيلة جاية كمان نص ساعة. يا فتاح يا علي، ما رزقك يا كريم، أصبحنا وأصبح الملك لله. هي جاية تعمل إيه يا زوزو؟ ما بلاش الوش اللي أنت بتلبسه لي ده. وأنا نطقت، أنا بسأل، هي جاية تعمل إيه؟ يعني هتكون جاية تعمل إيه يعني؟ آه، أكيد جاية تخطبني لبنت عمتها أو بنت خالتها، حد من العيلة يعني. بطل تريقة. أنت عايزاني أعمل إيه دلوقتي؟ عايزك تقوم كده تفوق وتخش تلبس كويس وتتجهز عشان تقابل ريهام. هي اسمها ريهام؟ أيوة اسمها ريهام. وبص بقى قبل ما ييجوا، انت وانت قاعد معاها تتعرف عليها كده وتكلمها كويس، خلي بالك دي بنت مؤدبه وبنت ناس، متربيه وخريجه جامعه واخلاقها ما فيش عليها غباره. غباره؟ جديده عليك يا سندريلا، جديده يا ولا. قلت لك بلاش تريقه. طيب افرضي يعني انا ما عجبتنيش ولا هي عجبتها، يعني نعمل ايه؟ خلاف؟ ما تسبقش. لا انا بطمن على مستقبلي مع مدام نبيله. يا واد قلت لك ما تسبقش، قوم كده فوق وظبط نفسك كده اهو، والبس عبال ما انا احضر فطار نفطر انا وانت ونشرب الشاي لما يجوا. السخان شغال؟ ايوه شغال. ما تنساش تحلق دقنك. احلق دقني؟ يا ريحه تورط. قلت لي اسمها ايه؟ ريهام. ايهام. قولي كده تصبح على خير انت وايهام. ريهام بنت مدام دولي صاحبة أكبر كوافير في المعادي. بسم الله ما شاء الله، أمرايا. ميرسي يا طنط. أنت على طول ساكت كده؟ لا طبعاً، أنا رغاي، أنا بس بسمعكم. طب ما تعرفني على نفسك أنت الأول. إيه ده؟ هي مدام نبيلة ما اديتكيش السي في بتاعي ولا إيه؟ أنا قلت اللي كل الناس تعرفه عنك، بس أكيد هي قصدها. سوري يا طنط، أنا أعرف أقول قصدي كويس قوي. هي قالت لي انك ضابط بوليس وابن ناس محترمين. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ احنا مفروض قاعدين القعده دي عشان نتعرف على بعض، عشان نشوف هيبقى في ما بيننا كيمياء ولا لا، يعني على اساس ان احنا نشوف هينفع نتجوز وكده. طيب انت عايز تعرفي ايه؟ مش عارفه، هقول انت. طب وليه ما تقوليش انت الاول؟ هو مين المفروض يبتدي في المواضيع دي، انا ولا انت؟ عادي يعني، ما بقتش تفرق اليومين دول. مالك يا ايمن؟ معلش يا نبيله، انت عارفه اصل ايمن بيتكسف، ملوش غير شغله وبس. اهدي انت بس يا زوزو. حاضر. انا انسان طبيعي يعني، عندي 41 سنه، مقدم شرطه، بموت في الست اللي هناك دي وملهاش غيري، وانا كمان ماليش غيرها، تخين زي ما انت شايفه وما عنديش استعداد اخس. بس اكيد مش حابب تتخن اكتر من كده. والله انا ما فكرتش، بس انا ممكن افكر في الموضوع ده. انا بحب الشغل، عندك مشكله؟ لا يعني مشكله في نوعيه الشغل. انا اوريدي بشتغل علاقات عامه. جميل، فين؟ في وكاله اعلانات. هايل هايل جدا. وده بمواعيد ولا اوبن؟ مش شرط. مش فاهم. عادي يعني، الايام العاديه غير ايام التحضير غير الايام اللي بيبقى فيها عندي تصوير. ولو اتجوزتي ايه الاولويه عندك؟ بيتي، ودي حاجات ممكن تتظبط، بس بعد كده اعمل حسابك ان انا مش هينفع اسيب الشغل. ايوه. طب والاولاد؟ عادي ممكن اخد اجازه شهرين وبعد كده اجيب اي مربيه. فعلا؟ طبعا طبعا. اكيد. اكيد. ريهام شطوره وبتعرف توضب امورها كويس قوي. ميرسي يا طنط. على فكرة يا أيمن، ريهام عليها طبيخ عمرك في حياتك ما هتاكل زيه. مش محتاجة تقوليله كده، ده مش موضوعنا دلوقتي. البنت ممكن تعمل أي حاجة بعد ما ترتبط، حتى لو ما كانش عندها خبرة. بسم الله ما شاء الله، الرد حاضر. شغلتي أعرف إزاي أتعامل مع الناس. عندك حق، وأنا كمان. لا، في فرق.
انت بتتعامل مع مجرمين اكتر من انك بتتعامل مع ناس عاديين. ايوه بس ولاد الناس عمرهم ما بيتغيروا حسب شغلاتهم. شور انا ما قلتلكش انك بتتغير. يس شور. بسم الله ما شاء الله عليك. ايوه كده انا بحب البنات اللي واثقين من نفسهم زيك قوي كده. بجد والنبي؟ طبعا. ميرسي يا طنط. بتحب تنزل البحر؟ يعني عادي. انا مدمنه بحب انزل المايه كل يومين على الاقل. ريهام واخده بالها من صحتها قوي، كل يوم بتروح الجيم. جميل. بتحب تلعب ايه؟ بولينج. بولينج؟ اه بس بيلي. يا سلام عليك يا ايمن لما تحب تهزر. انا ما بهزرش يا زوزو. اوكي اوكي. عندك مشكله في الرياضه؟ لا يعني مفيش مشاكل، بس انا مش فاضلها اليومين دول. ليه يعني؟ انا اللي شاغلني دلوقتي موضوع يعني ميه كل يومين، اسكندريه كل يومين، مش صعبه دي؟ ممكن السخنه. صح، كلها ساعه. ولو انا مشغوله بقى ممكن بول في اي اوتيل. وبتحبي تنزلي بقى الميه ازاي؟ يعني هتكون بتنزل ازاي يعني؟ عادي يا طنط انا فاهمه قصده. بالمايو. هايل. وان بيس. لا طمنتيني بصراحه. انت بتغير؟ انا غير؟ ده انا كبله. انا بغير يا زوزو؟ انا بس بطمن على مستقبلك الرياضي.